جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل يجوز أخذ الأجر على الرقية الشرعية أم لا؟ يجوز أخذ الأجر على الرقية الشرعية، والدليل على ذلك حديث النفر من الصحابة الذين كانوا في سفر مروا بحي من أحياء العرب فأضافوهم فلم يضيفوهم، فقدر الله سبحانه وتعالى أن ندر كبيرهم، فجاءوا إلى الصحابة وسألوهم الرقية، قالوا إننا نرقي ولكن نحن أضفناكم فلم تضيفونا فلا نرقي إلا بجعل، فشارطوهم على قطيع من الغنم. فجاء أحد الصحابة رضي الله عنه فقرأ على اللذيذ فاتحة الكتاب، قرأ عليه فاتحة الكتاب فقام كأنما نشط من عقال، فأخذوا القطيع وامتنعوا من التصرف فيه حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبروه، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حصل، فقال عليه الصلاة والسلام إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فاقسموا واضربوا لمعكم بسهم. فدل هذا على جواز أخذ الأجرة على الرقية الشرعية، وكونه يرقي بدون أجرة أحسن، لأن هذا من فعل المعروف وفعل الطاعة ونفع المسلمين، ولكن إذا أخذ الأجرة فهذا أمر جائز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.